ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. ارتفعت حصيلة القتلى في حادث انقلاب حافلة للنقل العمومي الذي شهدته في حوالي الساعة 8:30 من صباح اليوم الأربعاء الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين مدينتي خريبكا والفقيه بن صالح. وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن عدد القتلى انتقل من 17 إلى 22 قتيلا إلى حدود الساعة، مع تسجيل 32 مصابا بجروح وكسور متفاوتة الخطورة من بينهم عدد من الأطفال، حيث جرى نقل المصابين إلى الأقسام الطبية بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكا. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحادث استنفر مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية من أجل نقل المصابين إلى المستشفى وإحالة الجثث على مستودع الأموات، وذلك عبر سيارات للإسعاف وأخرى لنقل الأموات تابعة للمجمع الشريف للفوسفات والجماعات الترابية القريبة من مكان الحادث. وبالاستعانة بآلية من المجمع الشريف للفوسفات تم إبعاد الحافلة عن الطريق وتسهيل حركة المرور بين خريبكا والفقيه بن صالح، وذلك بحضور فعلي لعامل إقليم خريبكا رفقة ممثلي باقي المصالح المعنية. هذا وفتحت مصالح الدرك الملكي التابعة لسيرية خريبكا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بحثا لتحديد أسباب وملابسات انقلاب الحافلة التي كانت قادمة من مدينة الدار البيضاء وتسير في اتجاه مدينة الفقيه بن صالح. مستشفى محمد السادس مدينة خريبكا، كما تلاحظون متتبعون لا زالت عائلات ضحايا فاجعة الأربعاء الأسود في انتظار خروج بعض الوفيات والتعرف عليهم. كما تلاحظون هنا متتبعون تلكرام قناة شوف تيفي تنقل لكم بالصوت والصورة ما يقع في المستعجلات ديال مدينة خريبكا. كيف تلاحظون متتبعون مشاهدينا الكرام، نحن الان نوثق لكم بالصوت والصوره ما يقع في مدينه خريبكا. كنشكر الاطقم الطبيه والتصويريه والشبه الطبيه في جهات وعونات، ولكن ما كايناش الامكانيات في الاسعاف كيف تلاحظون متتبعون مشاهدينا الكرام، لازلنا من داخل مستشفى خريبكا ننقل لكم ما يقع، ننقل لكم اجواء ديال حادثة السير التي وقعت في مدينة خريبكا. مشاهدينا متابعينا، مازال معكم من امام مستشفى الحسن الثاني بمدينه خريبكا. ودائما فاجعه دائما حنا مع العائلات ديال الضحايا، انا بالقرب من العائلات ديال الضحايا اللي كيتسناو على الاقل ولو خبر مفرح انهم يعرفوا شنو اللي وقع. مشاهدينا الكرام، العائلات ديالهم، الناس اللي مازال ما تعرفوش على الناس اللي توفوا لهم او مازال تيبحثوا عليهم. مشاهدينا الكرام، كما كتشوفوا هي اجواء مباشره ننقلها لكم بالصوت والصوره. مشاهدينا الكرام.